في إطار إحياء الأسبوع العربي للمرور تحت شعار مرور آمن ومتطور، قامت مصالح أمن ولاية عنابة بعمليات تحسيسية وتوعوية من خلال حظائر مرورية لفائدة تلاميذ المدارس، كذلك تحسيس مستعملي التاريخ على مستوى نقاط المراقبة والنقاط المرورية بضرورة التقيد بقواعد حركة المرور واحترام مختلف الإشارات المرورية، كذلك تقديم دروس نظرية لفائدة التلاميذ وكذلك مستعملي التاريخ، خاصة سواق المركبات النقل العمومي للمسافرين والبضائع.